خير. يا ريت يبقى بوس بس علشان بتاع الفلاحين يجنن جنان. مش بقول لك الشيخ جابر ده كله بركه. بتاخد لك فوق. دي بير. ايوه يا سيدي. مظبوط. هي البيره مش حرام؟ بعد ما ربحتها كلها يا جدع تقول دي حرام. اوه تعالى معايا يا جابرييتو. الواحد مش هيعرف ينام في البيت المهبب ده. انت صحيت يا مرزوق؟ ما انا خايف انام. خايف انام النجفه دي تقع على نافوخي تفتحه. كان مستخبينا فين ده كله يا ربي؟ بيت طول عمره محترم يجي على اخر الزمن ساكن يسكنوا فيه يقلبوا كباريه. انت ما تعرفش بيشتغل ايه؟ وانا اعرف شكله لما هعرف شغله. مع كل لازم اعرف حكايته ايه بالظبط. لا اعمل معروف يا مرزوق ملناش دعوه. ملناش دعوه ازاي؟ ده المثل بيقول اسال عن الجار قبل الدار. واحنا عندنا اولاد في سن صعبه محتاجه الجيره كويسه مش لكباريهات تتفتح فوق السطوح. هنذاكر بقى ولا ايه؟ الناس هايصه في المزيكا وناس لايصه في المذاكره. كان نفسك تكون معاهم فوق مش كده؟ هو يعني حرام؟ مش النبي وصى على سبع جار؟ ولا يعني الجيران ما يعرفوش بعض الا عشان يسلفوا زيت وسكر؟ ذاكروا وبطلوا نقله في ثانويه عامه عاوزه مجموع. حاضر يا بابا. حلوه قوي الحته دي. نفسي اقوم ارقص. بطل بقى، قال يعني بتعرف ترقص قوي. ذاكر ذاكر. انا ايه؟ طب اتفرجي بقى. اقول لكم ذاكروا. بنذاكر بنذاكر يا بابا. تنقسم السوائل من حيث توصيلها للتيار الكهربي الى واحد، السوائل اللي هتوصل للتيار الكهربي مثل الماء النقي، الكحول. ايه ده؟ سوائل. شايفة ست هانم العدوى اللي جات لنا بالجيران؟ عندك حق يا اخويا. اتفضل اقعد. انا هقعد لكم هنا. بتعمل ايه؟ بوظف الغسالة. خد شفطة من الكاس. أنا قصدي مش شرير. عشان خاطر نفتلين. صح. يلا بقى نقعد. أنا أصلي مش رئيس. إيه ده؟ عمرك ما رقصت خالص؟ رقصت مرة بالعصاية في بلدنا. كان فرح ناس قريبة. العصاية جت في دماغ العمدة فتحتها. هو ما جروش حاجة لأنه كان باروسيان. العصاية بقى جت في الراس الاستبل. يوميها بدل ما يزف العروسة راعوني علقة وزفوني على المستشفى الأمير. طب يلا نرقص بقى. إيه ده؟ مش كده؟ أمال إزاي؟ قرب عليا كده. 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 طب ممكن اشرب واحد نفتالين من اللي معاكي علشان اعرف امسك نفسي كويس؟ ما انت شربت كافي وخلصت. خد شويه مني. ده نفتالين برضه؟ لو انت السادق ده دوكسافين.
هم عملوا متكسفين خمره؟ من زمان يا حبيبي. هو مش التكسفين ده يبقى حرام؟ تعرف ان دمك خفيف وممكن يطلع منك شيء مش بطال؟ وده تطلعيه ازاي ده يا استاذ؟ اولا تبطل الطيبة زيادة عن اللزوم اللي بتتعامل بيها مع الناس دي، لانها واضحة فيك قوي. عندك حق، انا حاسس ان انا ضايع وحقي رايح، ما بقتش عارف اذا كنت انا الصح ولا انا الغلط. ده شيء طبيعي جدا جدا جدا، لاننا في زمن يعتمد قوي قوي على المظاهر. القوي فيه صوته مسموع وكلمته ماشيه، انما بقى الطيب ده بيعتبروه كده ضعيف ويضيع في الرجلين. والله عندك حق، بس الواحد ازاي يغير طبعه بعد العمر الطويل ده كله؟ بسيطه خالص، مجرد انك تترسم على الناس. يا سلام، الرسمه دي تبقى ازاي؟ اولا لازم يكون عندك ثقه في نفسك، ثانيا تبص لأدخن واحد من تحت عينيك وتكلمه من طرف مناخيرك. ساعتها بقى الكبير قبل الصغير هيعمل لك ألف حساب ويقول لك جابر بيه بكل احترام. إذا كان على كده بسيط، أنت حتى النفخة كدابة مفيش أسهل منها. جابر، فين المزة يا جابر؟ نعم؟ أنت بتقول أنا فين المزة؟ فكأني بشتغل عند أبوك. جابر، رأيك يا جابر؟ مزة قدامك، يلا دخلها جوه. ما تنفذش نفسك، بس ما تنفذش نفسك. هايل هايل، تجنن. تعرف ان يجي منك بسرعة يا جابر؟ جابر بيه من فضلك. لا مش عليا انا، تعال تعال معلمك الرقصة دي. رب رقصة نافعة. وبعدين بقى ايه كنت يا اخويا عامل زار؟ بتضحكوا على ايه انت وهي؟ ذاكروا دي شهاده وعايزه مجموع. نهار اسود، السقف هيقع علينا يا حفيظه. والعمل بيبرزوق. انا هطلع اوقفه عند حد وبلاش كلام فارغ. اديني الروب. بلاش يا اخويا، انت عصبي وصاحب عايش. اديني الروب. حاضر يا اخويا. خلاص يا بابا بقى، اهي ليلة وتعدي. ليلة مين؟ المسائل دي لازم يتوضع لها حد، والا هتبقى كل يوم الحكايه دي والثانويه هيبقى راحت عليها وانتهينا. اديني الروب يا حفيظه. عايزين لبن النهارده. انا مش بتاع لبن يا سيد. ما عندناش مكوح. انا مش بتاع مكوى يا حضرت. يبقى مفيش زباله، وتفضل بقى خلصنا. برافو عليك، تجنن. كله من ده وحياتك. ما قلنا مفيش زباله. زباله مين يا افندي يا مهزأ؟ يا وكمان بتشتم؟ تقلب البيت كباريه ومش عاوزني اشتم؟ انا بمارس حريتي الشخصيه في شقتي. مفيش حاجه اسمها حريه شخصيه، في اصول. الله 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 الله. انت بتتكلم في السياسه؟ انت عايز تقول ان البلد ما فيهاش حريه؟ ومين اتكلم في السياسه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. طب يا ابني مش تعرف انت بتكلم مين الاول بدل ما تضيع نفسك في شربة ميه؟ يا استاذ انا على كل حال هتعرف نتيجه كلامك ده بعدين، وساعتها هتبكي مش هرحم عينيك.
هتشكي مش هسأل عليك، لأن في ناس تانية هتتكلم معايا مش أنا. والله يا سعادة البيئة أنا ما أقصد حاجة، سيادتك مش فاهمني. مع السلامة. عظيم عظيم كلفت مش كده؟ طبعا. ومن هنا ورايح هتلاقيه عامل لك الف حساب. انا كمان كل ما حزني هستعمل الطريقه دي. يلا كفايه تواضع بقى.